بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن حديث أول من تسعر بهم النار. الحديث رواه ابن جرير الطبري، وقال المنذري رواه ابن خزيمة في صحيحه، وأذكر أنه أيضا في مسند الإمام أحمد وسند صحيح الشيخ أحمد شاكر. هو حديث ربما انت عارف اول من تصعد بهم النار يوم القيامه، لكن مع ذلك بقول لك ما تطلعش من الفيديو الا لما تشوف انا هضيف لك معلومه جديده او مش هضيف لك معلومه جديده. يعني 25 سنه ربع قرن دعوه، فمش هقول لك الحديث كده زي ما انت عارفه انه فلان وفلان وفلان وخلاص. لا، هو الحديث عباره عن قصه بطلها هذا التابعي الجليل اسمه شفي ابن ماتع الأصبحي، اللي بحق يعني يستحق ان انا اقول عليه ان هو ابكى جليلين. شفي ابن ماتع الأصبحي بيقول دخلت المدينة. هو على فكرة كان سياف معاوية، هو اللي كان بيصنع السيوف لمعاوية رضي الله عنه. فهو بيقول دخلت المدينة، طبعا المدينة لما تتقال بالشكل ده هو يبقى المقصود بها مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول دخلت المدينة فإذا رجل قد اجتمع عليه الناس. قلت من هذا؟ اجتمع عليه الناس يعني بيحدثهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهم يستمعون له، حرص التابعين على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قلت من هذا؟ قالوا أبو هريرة. شوف أبو هريرة ده يعني صيد ثمين لطلاب الحديث وطلاب العلم. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم ان هو ايه بحفظ الحديث، عشان كده لما بيجي واحد يطعن ما بيطعنش في النبي صلى الله عليه وسلم او بيطعن في السنه وشرط، انما يطعن في ابي هريره. طعن في ابي هريره واسقط ابو هريره وهو عارف ان المسلمين الان يعني غالبيتهم ما عندهمش خلفيه عن صحابه النبي صلى الله عليه وسلم او التابعين، فطعن في ثلثي السنه دون ان يشعر المسلمون. قالوا ابو هريره. قال فدنوت منه، يعني قعد بالراحه واحده بواحده كده عشان حرصه على العلم، حتى قعدت بين يديه. ايه فايده الحته دي؟ يعني ما تشوف حديث معاذ اللي هو كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، ايه فايده ان هو يقول كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم او يبين المكان اللي كان قاعد عليه؟ الفايده انه يقول لك ان هو متمكن من حفظه وان هو كان سامع كويس وشايف كويس، عشان كده بقول لك فدنوت منه حتى قعدت بين يديه. خلاص بقى ايه يعني ركابهم قريبه من بعضها او لازقه ببعضها حتى كمان يعني، حتى قعدت بين يديه. فلما خلا وسكت، لما خلاص الناس انفضت من حول ابي هريره وخلص كلامه، قال يعني شفي بن ماتع الاصبحي انشدك بحقي وبحقي، يعني بيحلفه ان بحق دعوة النبي له وبحق صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وبحق رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم. والرؤية دي شرف لا يعدله شرف، لذلك في تعريف الصحابي تعريفات كثيرة، منها انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم لو مرة واحدة، وهذه منقبة لا تعدلها منقبة. فقال انشدك بحقي وبحقي الا حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته ووعيته، عقلته وعلمته، يعني عرفته اتعلمته واثر فيك وفهمته وهيبقى منهج حياه بعد كده يعني. فقال ابو هريره رضي الله عنه نعم لاحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت. طبعا ابو هريره كان في المسجد النبوي، لما يقول في هذا البيت يبقى اشار الى بيت النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا البيت ما فيه احد غيري وغيره. ثم نشغ ابو هريره نشغه. يعني ايه نشغى ابو هريره نشغى؟ شفت اتنهد تنهيدة اسف، شهق شهقة اسف بلك. ثم نشغى ابو هريره نشغى فلما افاق، يعني خلت منه وقت كده، قال لأحدثنك حديثا حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما فيه احد غيري وغيره. ثم نشغى ابو هريره نشغة اخرى واشتد به طويلة. المرض ربما أغمى عليه أو يعني أثرت فيه جامد. ومال خارا على وجهه واشتد به طويلا. فلما أفاق قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان يوم القيامة نزل الرب جل وعلا إلى القيامة. حتى دي نقف عنده.
ليه وقفنا عند ايه؟ لان الناس اللي هم دخلوا على قناة نبع الحمد لله واشتركوا فيها عشان عارفين الشيخ حسن الصاوي، عارفين كويس عقيدة الشخص اللي هم دخلوا عشانه، عشان كده دخلوا، ما دخلوش مجاملة او يعني ايه جبر خواطر، لا هم عارفين عقيدة الشخص اللي بيكلمهم. احنا لنا عقيدة في مسألة الاسماء والصفات، هذه العقيدة مفادها اننا نؤمن بصفات الرب جل وعلا التي وردت في القرآن والتي وردت في السنة على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ حافظ في معارج القبول: وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول، نمرها صريحة كما آتت مع اعتقادنا لما له اقتضت، من غير تشبيه ولا تمثيل، من غير تكييف ولا تعطيل، بل قولنا قول أئمة الهدى، طوبى لمن بهديهم قد اهتدى، كل ما دار في بالك فالله بخلاف ذلك. كل صفة تشوفها في القرآن تشوفها في السنة تمرها على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أي شفيع بن مات أبو هريرة: إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة نزل إلى القيامة ليقضي بينهم، فأول من يدعى به رجل جمع القرآن، ورجل قتل في سبيل الله، ورجل كثير المال. تعالى بقى ناخدهم واحد واحد ونشوف كل واحد ايه مشكلته وايه السبب اللي هو عمله، ايه الجريمة اللي عملها علشان يكون من الثلاثة الذين تسعروا بهم النار. يدعى بقارئ القرآن فيقول الله له: ألم أعلمك ما أنزلت على نبي؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول: فماذا عملت فيما علمت؟ ماذا عملت فيما علمت؟ فيقول: كنت أقرأ القرآن أناء الليل وأطراف النهار. فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، تصديقا لقول الله يعني. بل أردت أن يقال فلان قارئ وقد قيل، هنا مش هو ده اللي بيحصل دلوقتي؟ أردت أن يقال فلان قارئ، فلان شيخ، فلان عالم، ده اللي انت عملته. بلك واحد كل يومين منزل لك بوست يقول لك في أيام الطلب الأولى، أيام طلب ولا إيه؟ احنا ما نعرفش عنك انت طلبت العلم على ايدين اي حد، ولا نجحت في اي مسابقه، ولا حتى القران انت حافظه. كل ما يكتب لك بوست يقول لك: ولم اكن اعلم علم مصطلح الحديث حتى قراته وعلمت. طب اشرحه لنا بدل ما انت قراته وعلمت. اراد ان يقال عالم، خد بالك، فلان قارئ، سمعت قارئ يقرا على الحان اغنيه الفايز احمد، مطربه قديمه يمكن الشباب ما يعرفهاش، بالك، اراد ان هو يتقال فلان قارئ وقد قيل. ثم يدعى بصاحب المال فيقول الله له: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ في حديث ثاني قال: ألم أذرك تربع، ألم أذرك ترأس وتربع، ترأس وتربع أن تبقى كبير، عيلتك بعد ما كنت عيل وبيضربوك وبيزقوك بقيت أنت الكبير، بقى ترأس وتربع يبقى لك ربوع، يبقى لك بيوت، ويبقى لك أراضي. لا، في حتة بقى اللي هي الحديث اللي بقول فيه: من أصبح آمنا في سربه عنده قوت يومه معافا في بدنه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. أنا بقول لأصحاب الأموال اللي هو عدى المليون والاثنين والثلاثة ويجي يرمي يقول لي: أصل فلانة كان بتتجوز أنا اديت لها 5000 جنيه، إيه رأيك يا مولانا؟ عايزني أقول لك إيه؟ لا يا ما المليون يا بابا، المليون اللي معاك او الثلاثة مليون، المليون زكاته 25,000، مش 3-4,000 جنيه، مش 5,000 جنيه. اتعلم زكاة مالك وتعلم دينك عشان ما تبقاش جاحد معلوم من الدين بالضرورة. فأصحاب الأموال شوفوا زكاة مالكم صح، شوف حد يحسبها لك، لو انت مش عارف تحسبها شوف حد يحسبها لك، وما تخلطش بين زكاة المال وزكاة الفطر، وده اللي بخليني متشدد جدا واقول للدعاء: يا اخوانا حرام عليكم، العوام ما يعرفوش اللي انتم بتعملوه دول، العامي عايز تفرق له بين زكاة المال وزكاة الفطر. ما تقولوش اصل الانفع للفقير انه ياخدها فلوس، هيروح مطلع، هيجي واحد مليونير ويطلع زكاة الفطر على ان هي زكاة مال، وهيقول لك انا مطلع بزياده، ده الاوقاف قالت 17 جنيه انا مطلع 20، واخد بالك؟ فلا،
زكاه الفطر فطر تطلع طعام، وزكاه المال تطلع مال، وزكاه المش تطلع مواشي، زكاه الذهب تطلع ذهب، زكاه الفضه تطلع ذهب فضه، زكاه الركاز تطلع منه. مشكله مش ايه، مش خلط وتبديل وبعدين تقول لي احنا عايزين تسهيل. ده مش تسهيل، ده اسمه تبديل. ثم يدعى يدعى بصاحب المال الاول فيقال الم اوسع عليك حتى لم ادعك تحتاج الى احد؟ فيقول بلى يا رب. فيقول له فماذا عملت فيما اتيتك؟ يقول كنت اتصدق واصل الرحم. فيقول الله له كذبت، وتقول الملائكه له كذبت، ويقول الله له بل اردت ان يقال فلان جواد، عايز الناس تقول فنجري، راجل ما فيهوش القرش، راجل كريم، واخد بالك؟ ما اردتش كده، النيه اللي بوظت العمل. ثم يؤتى بالمقتول، ده قتل فين؟ على حسب كلامه قتل في سبيل الله، يعني قتل في ارض معركه. طيب يقول الله له فيما قتلت؟ انت ايه السبب؟ انت قتلت بسبب ايه؟ فيقول امرت بالجهاد فيك فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله له كذب، وتقول الملائكه له كذب، بل اردت ان يقال فلان شجاع وقد قيل ذلك. قال ابو هريره ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي وقال يا ابا هريره اولئك الثلاثه اول من تسعر بهم النار يوم القيامه. ابو هريره لما جه يروي الحديث ضرب على ركبتي شفيع بن ماتع وقال اولئك الثلاثه اول من تسعر بهم النار يوم القيامه. شفيع بن ماتع نقل الحديث لمعاويه، ما انا بقول لك كان هو اللي بيعمل السيوف لمعاويه، وقلت لك ان التابعي ده سبحان الله ابكى صحابيين ابو هريره ومعاويه. فلما نقل الحديث لمعاويه بكى حتى ظننا، ده الراوي اللي بيقول اللي هو عقبه بن مسلم اللي روى عن شفيع بن ماتع، يقول بكى حتى ظننا انه هلك، وفي لفظ ثاني بكى حتى بل لحيته، وظننا وقلنا هذا الرجل اتاه بشر على شفيع بن ماتع. فلما افاق قال صدق الله ورسوله. لما اقول صدق الله ورسوله يبقى هيجيب ايه من القران تعضد الحديث ده. قال صدق الله ورسوله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. راجع الحديث مرة واثنين وشوف أنت بتعمل العمل لله سبحانه وتعالى، ولا عشان يتقال عليك كريم، ولا عشان يتقال عليك قارئ، ولا عشان يتقال عليك عالم، ولا عشان يتقال عليك شجاع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.